الدكتور نادر صعب قرر يساعد حنان ويمحي آثار الوقت والمرض يلي تعبوا جسمها وحياتها. دكتور صعب، نحن صرنا نعرف حالة حنان وعرفنا كمان لشو بحاجة هي اليوم. هي بحاجة لإعادة ترميم صدر. بدنا تعطينا شوية تفاصيل عن الموضوع. ترميم الصدر بعد استئصال الكانسر هي كتير مهمة لنفسية الإنسان لحتى ترجع تعيده للمجتمع بثقة كاملة، يحس حاله مثل أي شخص آخر بيتمتع بكامل الأوصاف. غالباً عند الناس نلجأ إلى تكبير الصدر اللي صار فيه استئصال ورفع وشد الصدر الآخر لحتى يصيروا قدر الأمكان مثل بعض. بذات العملية؟ بذات العملية. لكن عندها حنان ما عندها المشكلة، يعني منها كتير كبيرة، رح يكونوا تقريباً شبيهين لبعضهم من دون رفع الصدر الآخر. لكن نحن صرنا جاهزين هلأ وحنان صارت جاهزة كمان ومحمسة قدنا كمان، فيلا يلا خلينا نتنزل. رح تخليني فوت معها؟ أكيد تسمح لي؟ لازم تكوني موجودة حتى تشوفي فعلاً قديش سهلة وما بيبين كتير فيها دم ومنك بحاجة لدرين، وبتقدر اليوم من بعد العملية، بتقدر بعد العملية بنص ساعة ترجع على البيت. يعطيك العافية حكيم. Thank you. وهيك شفنا قديش العملية سهلة وفعلا هيدي بتلعب على نفسية الإنسان، لأنه فعلا بتكون هي مرقت بمراحل كتير صعبة بحياتها. كل مرضى يلي بيكون عندهم أمراض سرطانية أنا بنصح إنه يرجعوا يقوموا بهالخطوة الترميمية، ترميم النفس أكثر ما هو ترميم الجسد. 100%. حنان الحمد لله على السلامة. تعبانة بس أكيد مش موجوعة. وأنا رح خبرك خبرية بعد حلوة كمان. دكتور صعب قرر يعمل لك كمان مفاجأة ويزبط لك وجهك كمان. دكتور صعب تفضل. كيفك يا حنان؟ ماشي الحال؟ شو مرتاحة؟ ماشي الحال؟ بتجنن. مش ماشي الحال كمان، يعني مثل ما بتعرفي وجهك بحاجة لعملية شد، لكن لضيق الوقت حنعمل بعض الإبر هيك لحتى ينعشولك وجهي ويبين كأنه أحلى ويعطي شوية إشراق ورونق، هيك بيريح لك نفسيتك أكتر وأكتر. يعني مع هالترميم تبع الصدر بده واحد ترميم نفسية كاملة. هلا بعدين رح غار من حنان بعد شوي حكيم. هلا اشرفنا على النهايه، حطينا ماسك لحنان. هيدا بيخلي الريسبتورز تبع البورز تبع الخل تبع البشره يتفتحوا حتى نقدر نحقن الكافيار ويفوت على قلب الخلية بكل سهولة. الكافيار هو كناية عن مكونات الكافيار يلي هن بيشبهوا الى حد ما الخلية الجلد البشريه. لكن هيك بنكون انتهينا من اليوم هالتجميل الناعم يلي انعمل للوجه. شكرا لك دكتور صعب. مثل ما عم نشوف عند حنان انه بشغله كتير بسيطه بنلاقي انه صار الوجه لونه زهري عم بيضوي، ما لقينا فيه ازرقاء ابدا. مثل ما عم نشوف هالخدود كيف صاروا، بتحسي انه بلش يعطي مع انه هو بده 3 4 ايام لحتى يبين. هيدا الشيء فعلا بنلمسه وبطريقه كتير سريعه. يعني بنلاقي صار في عنا يمكن مثل البيبي سكين. بيبي سكين صحيح 100%. مثل عيد الام ما بيقدر يجي على لبنان، كنت بنبسط اذا بيكون